يسعد أوقاتكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج بايونيرز. ضيفنا لليوم هو رئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني ورئيس بلدية مزرعة الشوف الأستاذ يحيى أبو كروم. أهلا وسهلا فيك رئيس. أهلا وسهلا فيك ونسعد صباحك. رئيس، خبرنا متى تسلمت رئاسة بلدية مزرعة الشوف والاتحاد وأطلعنا عن أهم المشاريع والإنجازات اللي أبصرت النور وحققت نقلة نوعية بالبلدي بعهدك. صراحة استلمنا البلدية بفترة إلى أكثر من وقت الرسمي الطبيعي من حوالي 8 سنوات، لأنه بتعرفي أن البلديات متمدد لها لسنتين، وعلى أمل قبل ما نحكي بكل شيء أنه بشهر أيار يكون في انتخابات بلدية، لأنه أول شغلة بتعطي دم جديد بالبلديات، بتعطي روح جديدة للعمل البلدي، بتعطي فرصة للشباب، بتعطي فرصة لكل المقدرات أو الناس اللي عندهم معطيات قادرين يقدموا ويضحوا لبلدياتهم لضياعهم لوطنهم. فبالتالي نتأمل أنه كل جهة عندها القدرة أنه تكون عم تدفع بهذا الموضوع ليتحقق ما تقصر نهائيا، لأنه البلديات مرقة بفترة كتير صعبة، وبعد هالفترة كتير طويلة بعتقد بحاجة لهذا التجديد وبحاجة طبعا لأمور كتيرة. تسلمنا احنا من 8 سنوات مثل ما حكينا سنة 2016 مع انتخابات البلدية اللي جرت حينا ببلدية رئيس بلدية مزرعة الشوف ورئيس اتحاد بلدية الشوف سويجاني، مع فريق عمل متكامل طبعا، مجلس بلدي ومجلس اتحاد مؤلف من مجموعة رؤساء بلديات اتحاد الشوف سويجاني اللي هن بلدية جديد الشوف، بلدية بعقلين، السمكانية، الكحلونية، عين وزين، عنبال وعترين وغريفة، وطبعا مزرعة الشوف. فهذه القرى الاتحاد، ولازلنا فريق متماسك رغم كل الظروف والصعوبات اللي عم تمرق فيها الظروف بالبلد كله طبعا يعني. واهم المشاريع والانجازات اللي ابصرت النور بعهدك وبتعتبر انه شكلت نقله نوعيه؟ بعتقد في عده امور. هو مسار العمل البلدي هو مسار متكامل له علاقه بموضوع الخدمات العامه اللي هي الخدمات اليوميه، تامين خدمات للناس، موضوع المنشآت العامة، كان من طرقات، من صرف صحي، من مياه، من غيرها، بكل هذه الأمور. هيدي بتصور الكل بعتقد ما حدا خسر بمعظم البلديات لتأمين هذه الخدمات، ولبل أكثر كان في دور كتير بارز للبلديات من وقعت الأزمة، وصارت بلشت وزارات الدولة تتلكى أكثر وأكثر، فكل الأعباء تراكمت على تحولت على البلديات. وبعتقد الشغل اللي انشغل بكل بلديات لبنان، ما بس عندنا يمكن احنا اشتغلنا، بس بعتقد المعظم كمان بيوزونا بهالموضوع، انه الكل اعطوا صورة كتير مشرقة عن العمل البلدي بظروف استثنائية، بظل انعدام الامكانيات المادية، بتعرفي بفرق العملة وبغيره، وعدم دفع مستحقات البلديات من قبل الدولة وغيرها. بظل كل هالأزمة كان في بقت البلديات واقفة صامدة، وبقت تأمن تسيير أمور الناس وتأمين هذه الخدمات. فهذه نحن نعتبرها هو أقل واجب، لكن كانت هيدا بهيك مرحلة صارت هي كمان عمل. يعني فينا نقول رغم التحديات الموجودة على صعيد الوطن ككل قدرتوا تستمروا ولازلتوا لحد اليوم. صحيح. عم بتشتغلوا قدر المستطاع وبالإمكانات الموجودة. صحيح. ضمن الإمكانيات المتوفرة، وكمان في دايما مسعى بمعظم لحتى يكون عم يتأمن بعض الموارد الاستثنائية لتغطية بعض المشاريع اللي ممكن تنشغل. فهذا الموضوع بنعتبره هو موضوع روتيني، لكن كمان نشغل فيه كتير. المشاريع اللي ممكن تكون نشغل عليها، نشغل بشكل عام على روحية التنمية بالمنطقة، يعني اللي هي موضوع التنمية المستدامة، التنمية بكافة اتجاهاتها، إذا بدك التنمية الزراعية، البيئية، السياحية وغيرها، كل هؤلاء الأمور وكلها مرتبطة طبعا بتنمية اقتصادية من الآخر، لأنه أي مشروع بينطرح وبينشغل عليه ومع الناس إذا ما ارتبط
اخر شيء بنتيجه اقتصاديه ما بيكون في حافز عند الناس لترجع تشتغل فيه. مثلا اذا بنحكي بمشروع التنميه الزراعيه، انشغل بموضوع التنميه الزراعيه كثير، انشغلت مشاريع سميت مشروع انتاجي، انتاجي واحد انتاجي اثنين، عده مشاريع على عده اجزاء. هاي المشاريع لها علاقه بموضوع تنميه القطاع الزراعي، لان احنا بمنطقه الشوف منطقه زراعيه، ومساحة معظم القرى عنا هي فيها مساحات قابلة تكون عم تنزرع، وكان المورد الأساسي قديما معيشة الناس ترتبط على الزراعة، تعتمد على الزراعة. بعدين تحولت لموضوع القطاع العام والوظيفة وغيرها، لكن نحن كنا عم نشتغل على إعادة إحياء هذا القطاع. الهدف الأساسي والرئيس. الهدف الأساسي نخلق نحن مورد اقتصادي لهذا الناس، نعزز من قدر من صمودهم أمام كل التحديات اللي عم تمرق، نحافظ على موضوع الأمن الغذائي، ونفس الوقت نكون نحن كبلديات عم نشارك هالناس بهمومهم وبحياتهم اليومية لتطويرها. فهذه المشاريع كانت عبارة عن أحد المشاريع كان تأمين المعدات الزراعية للمزارعين مثل حصادات وغيره اللي بتوفر عليهم كلفة الإنتاج لحتى اللي يتمسكوا أكثر بالزراعة، من حلقات توعية لمشاريع مع عدة جهات. صراحة نحن اشتغلنا مع عدة جهات محلية ودولية وجمعيات وممولين، جهات مانحة كمان طبعا. المشروع الزراعي هيدا انشغل مع قطاع النحلية مع المزارعين بموضوع المعارض أو الأسواق المزارعين، الفارمرز ماركت، انشغلت حتى ضمن سياسة المهرجانات اللي تصير بالصيف بالمنطقة يكونوا هودي المعارض موجودين بموضوع منطقة جديدة بقعاطة ببعقلين بمزرعة الشوف، بعدة ضياع كانت عم تصير هيدي. طبعا هيدا الموضوع كان في دايما في مثل رول موديل خلينا نقول اللي هي محمية أرز الشوف الطبيعية. محمية أرز الشوف الطبيعية هي رائدة بموضوع التنمية الزراعية والسياحية وغيرها. نحن خارج إطار المحمية ضمن المحيط الحيوي لألا، لكن هي لشك كانت شكلت حافز كمان بهذا الموضوع وخلت الناس تتقبل هذا الموضوع أكثر. توج هذا المشروع الزراعي هلا التنمية الزراعية اللي أخذت عدة أبعاد. في أحد المشاريع توزع طيور دجاج، توزع غيره، نعمل مثل ما قلنا رزنامات زراعية وتوزيع مع مدارس الزراعية، مع الجهات الرسمية، مع جهات خارجية. رجعنا قدمنا مشروع اللي توج هذا الموضوع العلاقة بالزراعة والتنمية الزراعية والسياحية والبيئية، هو مشروع الحسبة أو سوق الجبل. هذا المشروع اللي تم تنفيذه حاليا بتمويل من الـ KfW البنك الألماني بالتعاون مع الـ BMZ ومع الـ UNDP. فهذا المشروع من حوالي أسبوع تقريبا نحن استلمنا المنشأة، اشتغلنا عليه حوالي 5 سنين أو 6 سنين مع كل مزارعين المنطقة، مع التعاونية الزراعية مع غيرها، بيشتغل على حاجات المزارعين. كان في تصور لأنه المزارع قد ما ننميله وقدراته الزراعية وقد ما نسهل له العملية الزراعة وغيرها ونأمن له، إذا ما أمننا تصريف المنتج ما بنكون عملنا شيء. صحيح. فهيدا السوق رح يكون هو عبارة عن سوق جملة بيأمن تصريف الإنتاج للمزارعين، وبيأمن كمان للمنطقة للتجار بالمنطقة، كمان يكونوا هن عم يجيبوا المواد الزراعية المنتجات الزراعية من المنطقة ما يروحوا على محلات بعيدة. وهي الحسبة هي بتتوسط لثلاث حسبات رئيسية بمحيطنا بلبنان اللي هي بيروت وصيدا وقب الياس البقاع، فبتشكل كمان حركة تجارية بين المنطقة، وهيدي الحركة بتعزز كمان من التنمية بالتبادل والتعاون. أكيد. صحيح. رئيس خبرنا عن المزروعات، أهم المزروعات اللي بتشتهر فيها المناطق هون إجمالا المنطقة بتشتهر فيه بزراعة الزيتون. كما نحكي كاتحاد ومنطقة الشوف مشهور جدا بزراعة الزيتون، وفي أقدم أشجار الزيتون المعمرة بلبنان. يعني في بتصور من أول ما أجت أشجار الزيتون على لبنان كانت عم تنغرس بهاي المنطقة بمنطقة الشوف، وفي عنا شاهد على هذا الموضوع. طبعا في زيتون بنشعل كتير كبير، الزيتون المشهورة، في عنا زيتون هون بوزيع يمكن هلأ على الأعمار بألفات السنين، يمكن ما بعرف قديش بتكون الفارق بينهم. في عنا زراعة الفواكه بالمناطق العالية مثل الكرز والتفاح والدراخ، هالأشجار كلها، لأنه عندنا بمناطق محيط جبل باروك والمعاصر وكل هالمنطقة، هاي مناطق بتزرع هالأنواع من الزراعات. وفي عندنا الزراعات الموسمية اللي هي
خضار وغيرها، وهذه الزراعات منتجة وفيها قيمة ذات جودة عالية جدا يعني، إضافة إلى كمان تربية المواشي وإنتاج الألبان والأجبان ببعض القرى. فكل هذه الزراعات هي ما بتغطي السوق كله، لكن بتغطي جزء وبتشكل كمان توازن يعني، احنا هيدا حتى بتفيد عن حاجة المنطقة، فبالتالي هي بتأمن تبادل للحسبات التانية، بتكون نحنا هيدا المشروع عم يشتغل بكون عم يأمن هيدا المنتج لحسبة صيدا وحسبة بيروت، وعم يجيب المنتج الموز وغيره والحمضيات اللي مش موجودة هون كمان على السوق، فبتكون هي كمان عم تخفف موضوع الانبعاثات، عم تساهم بموضوع البيئي، بموضوع حتى بموضوع السياحي، هيدا المشروع له وجهة سياحية أكيد. من هيدا المنطلق كمان رئيس منحب نسلط الضوء على أهمية قطاع السياحي وأهم المعالم الأثرية الموجودة يلي بتعتبرها أنه مقصد للسياح. منطقة الشوف بشكل عام هي منطقة سياحية غنية بيئياً وطبيعياً، في عنا موارد طبيعية كتيرة، في أثار، في تراث، في قيمة معمارية كتير كبيرة، عم نحكي ببعقلين مثلاً، بعقلين هي فيها تراث معماري هائل جداً، وطبعاً بمحيط كمان بهذا المحيط في عنا بنروح لبداية الخمر بيت الدين، كله هذا محيط الاتحاب، بس هو من منطقة الشوف يعني هذه المنطقة، فبالتالي في غنى بالمواقع السياحية، في الأثار الموجودة بالمناطق مثل مثلاً بمزرعة الشوف في عنا الأثار الرومانية اللي تودي على مرز بسري ودرب المسيح والدروب كلها، ومرتبطة كمان بالدروب اللي أنشأتها محمية أرز الشوف اللي ترتبط بموضوع اللي بيشكل الشوف السويجاني، هو المشهد الطبيعي لمحمية أرز الشوف الطبيعية، وبالمقابل المحمية هي المشهد العام لاتحاد المضيع الاتحاد، وبتربطهم سلسلة من الدروب السياحية اللي تم تنظيمها عبر الاتحاد بخارطة سياحية لم تكن عليها، وتم إطلاق هذه الخارطة السياحية اللي بتدل على المناطق وعلى الدروب وعلى المواقع السياحية فيها، بتسهل على السائح كيفية اختيار الحزمة السياحية خلينا نقول، وهيدا عم يتنسق ونشغل بالتعاون طبعا مع محمية أرز الشوف، لأنه مثل ما حكينا عن مشروع سوق الجبل هو رح يكون كمان البيت ستوب السياحية اللي هي نقطة التلاقي اللي السائح ممكن يوصل عليها وياخد الحزمة السياحية اللي ممكن يزور فيها كل المنطقة، فهي مرتبطة هذه الأمور كلها. نحن بمرحلة هلأ أنجزنا المبنى، أنجزنا آلية إدارة هذا المشروع، وقريبا خلال هذا الموسم رح يكون في عنا خطة إطلاق تمهيدية، مشاريع تمهيدية لإطلاع المزارعين على هذا المشروع، لأنه الهدف أنه ينجح هذا المشروع ويكونوا المزارعين والمستثمرين السياحيين وكل الشباب اللي عم يشتغل بهذا الإطار التنموي يكونوا هن جزء من هذا المشروع وهن حريصين على نجاحه، مش أنه مشروع منزل وبدهم يجوا بس هن يكونوا زبائن، لأنه لا أبدا، هن جزء من هذا المشروع بإدارته بتشغيله بأهدافه بكل هذا الأمور. هذا بموضوع قطاع التنمية السياحية والزراعية وغيرها. طبعا في كتير تفاصيل ما بعرف ليش وقت بيسمع. أكيد. وبالنسبة للقطاع الصناعي هيك نحكي باختصار كمان وضع الصناعة هون بالمنطقة. بالإجمال قطاع الصناعي في عنا الصناعات الغذائية بشكل عام، من المنطقة تشوف هي منطقة صناعية فيها صناعات تدخين، في بعض الصناعات الحرفية، في عنا كان صناعة الصابون والزيوت وغيرها، الصناعات الحرفية والتراثية موجودة، في عنا الصناعات الغذائية اللي كمان عم تاخد عم تتميز بنوعيتها بجودتها العالية، ورح يكون جزء من هذا المشروع كمان هو معرض للمنتجات الغذائية ومعرض دائم لها، فكمان بنكون عم نشجع الصناعات بهذه الطريقة. بموضوع الشيء له علاقة شيء نوعا ما من الصناعة، عم نحكي في عندنا نحن مشروع انشغل بالاتحاد، مشروع بعتقد كلنا بنعرف انه بأول ما استلمت البلديات اللي نحن فيها على هاي المرحلة استلمت مع الاستلام المسؤولية استلمت أزمة كتير كبيرة اللي هي أزمة النفايات اللي اجتاحت كل لبنان، وهي الأزمة كانت أزمة بعتقد بعدنا عم نعاني منها لليوم. صحيح، وحضرتك كتير اشتغلت على هذا الموضوع وقدمت يعني صحيح خطط. نحن اشتغلنا بأول مرحلة على تطوير معمل لفرز النفايات اللي هو معمل سويجاني، هذا المعمل كان منشأ المعمل بمرحلة سابقة لكن ما تم تشغيله، وبوقت الأزمة قبل ما نستلم البلديات تحول لمطمر كامل بالكامل، يعني تم إعدامه لهذا المعمل، صار عبارة عن هنجار
في ما يسمى بمزبلة بالداخل وبالخارج. بهي التوصيف بهي البساطة. فطبعا بإرادة كل البلديات ورأس البلديات والمنطقة وبدعم مباشر من المرجع السياسي بالمنطقة الزعيم وليد بيك شملاط اللي هو كان دائما الداعم بهذا الإطار بعد بكل المشاريع بالإجمال، بس بهذا الموضوع بالذات كان في دعم كتير كبير. طورنا المعمل، كبرنا المساحة، وفتنا بتعاون مع جهات كمان مانحة، مع الميرسي كور بالتعاون مع السفارة البريطانية، مع عدة جهات، مع أكتب، مع غيره. كان في دعم متكامل ما بين عدة أطراف. صحيح، كان في إرادة كتير كبيرة، وكان في يعني كان في تشغيل ناجح. يعني نحن بس تعاوننا وبلشنا بالبداية مع بعض الجهات، كان شوي نوعا ما في يعني كانت خجول الدعم، بس لما بلشت النتائج تظهر على الأرض ونظفنا المنطقة كلها، تنظفت المنطقة، تطور المعمل. خلال 3 أشهر إجينا نحن تنويه من وزارة التنمية الإدارية، وزارة التنمية لعبت دور كتير إيجابي بهذا الموضوع معنا الأستاذ محمد البركي، والوزارة اللي تعاقبوا كانوا بمحل معين، رغم أنه هذا الملف هو يمكن من اختصاص وزارة البيئة ويمكن اليوم راح على المحل الصحيح هلا، بس لا شك لعبوا دور بمكان ما، ونحن كملنا هذا الدور. عملنا صراحة نظفنا يعني حفظنا على المنطقة، ما بنقول نظفناها، لأن المنطقة كانت كتير نظيفة، إجت هالأزمة حولتها لمزبلة للأسف يعني بشكل كتير سريع. لكن بهيدا بمرحلة كتير قصيرة تم تطوير هذا المعمل، وأخيرا تم تطويره لكان قدرته تقريبا حوالي 10-15 طن. يوم المعمل يكون عنده قدرة 80 طن باليوم، فبيقدر يتحمل منطقة الشوف كمحيط، نشوف الأعلى خلينا نسميه يعني نشوف سويجاني مع المحيط، باستثناء منطقة الإقليم هلأ. وتم تقديم دراسات مع ومشاريع مع السفارة الدنماركية، قدمت كمان مشروع، قدمنا مشروع مع الاي بي ار دي، كمان اخذنا وعد بالتمويل لانشاء كمان تطوير هذا المعمل اكثر. لكن بظروف المرقت على لبنان هودي الامور رجعت لقوا بعض العقبات خلينا نقول، لكن المعمل لازال لحد اليوم هو عم يخدم قرى الاتحاد. في بعض القرى اللي ما عندها القدره كانت تستمر، تعاقدت مع السيتي بلو، لكن القرى اللي استمرت مع هذا النفايات مع هذا المعمل تعالج نفايات بالمعمل قدرت، ويمكن اول بلديات من لبنان الغينا الديون سكلين المتراكمه. نحن تحررنا من ديون سكلين خلينا نقول، وهذا يمكن اذا نقطه بتعرفيها معظم بلديات لبنان، رغم انه سكلين وقفت من حوالي 8 سنين، معظم بلديات لبنان لازال عليها ديون، 50% من عائداتها بتنخصم كل سنه لتسديد ديون متراكمة، ديون ممتازة هودي لسكلين. فبالتالي نحن لأنه ما عدنا تعاملنا مع مركزيا عم نعمل حل لا مركزي للنفايات، حررنا بلديات، صارت البلديات تقبض عائلاتها بالمطلق 100%، لكن طبعا ما عاد لهم قيمة بهذا الظرف هلا اللي عم نحكي فيه. صحيح. ريس، خبرنا عن الدور اللي بيلعبه الاتحاد والبلديات بدعم المجتمع بشكل عام، خاصة المبادرات الشبابية، أكيد عم تنظموا ندوات ومؤتمرات متنوعة بهذا الخصوص. الواقع هذا الموضوع أخذ حيز كتير كتير كبير من اهتمام الاتحاد من انطلاقة العمل. معظم المشاريع كانت عم تنشغل بالتعاون مع الشباب. نحن اشتغلنا على أول شيء تنمية قدرات الشباب. بداية كان يتم دورات تدريبية وتأهيلية للشباب بالاتحاد حول موضوع الابتكار وريادة الأعمال وغيره، وكان يتم إشراكهم بمعظم المشاريع حتى بموضوع النفايات لما كان عم ينشغل عليه، كانوا هن عم يقوموا بالتوعية دور تو دور، يبرموا على المنازل، يقوموا بموضوع التوعوي، يكونوا عم يشتغلوا مشاريع حتى بايلوت بروجيكتس، يكونوا عم ينزلوا على الأرض ويشتغلوا كمان ساهموا فيها. عمل عدة لقاءات تاون هول ميتينجز بكل القرى، كنا عم ناخذ بآراء الشباب كلها، معظم المشاريع اللي تنفذ كانت مستندة لآراء الشباب. موضوع المشاريع التنموية السياحية الزراعية غيرها كانت مستندة لهم. انشغل مع رورال انتربرونيرز، جمعية رواد الأعمال في الجبل، عملنا توأمة أو شراكة نحن وياهم، وتم تجهيز مختبر لتدريب الشباب بمنطقة السمكانية.
وشاركنا بتمويله وبتجهيزه نحن وانشغلنا له من تقريبا من حوالي الخمس سنوات عم يشتغل هذا المشروع لتدريب مستمر للشباب حول موضوع الابتكار وريادة الأعمال، لأنه بعتقد هذا الموضوع هو موضوع أساسي لإعطاء فرصة للشباب للتفكير خارج الصندوق، للابتكار، لابتداع فرص عمل جديدة، لخلق مشاريع جديدة تنموية بالمنطقة غير روتينية. بتعرف اليوم نحن صرنا بعصر العولمة وغيره بكل هذه الأمور، صار في سهولة أنه يكون في عم يخرقوا هذا الجدار الجغرافي اللي محيط فينا بعيد صحيح. عن المدن بعيد عن غيره، ففي شغل كتير كبير توسيع الرؤى عند الشباب صحيح، وحتى فتح له فرص للتعاون لمشاريع خارج إطار النسق الجغرافي، حتى الوطني عم نحكي للخارج كمان. فكانت هذا له دور كتير كبير، ومرق أعداد كبيرة من الشباب عملوا هالدورات، في ناس صاروا هن رواد فيك تضوي عليهم عندهم مشاريع ناجحة، وفي ناس يمكن أكيد اكتسبوا خبرة وفرصة نجحتهم بعملهم ولو كان بمجال تاني. هذا الموضوع كتير أساسي، موضوع الشباب، إضافة لعدة مشاريع مع عدة جهات. عمل شكل بالاتحاد ما يسمى بمجلس مجتمعي. المجلس المجتمعي هو عبارة عن شباب وصبايا ومجموعة من الـ من الـ من المنطقة من كل البلديات، كانوا عم يعملوا دورات بناء قدرات لهم وتأهيل، وصاروا هن عم يطرحوا المشاريع والخطط الاستراتيجية للاتحاد وكل الرؤى المستقبلية لهي المرحلة. نشغل على موضوع مكافحة المخدرات، نشغل على موضوع ما حكينا التنمية بالقطاع الزراعي وغيره، بالموضوع الصحي بمرحلة كورونا، وهيدي المرحلة بعتقد المرحلة صعبة كتير، صعبة على العالم كانت، اللي انشغل بالاتحاد وببلديات الشوف بهاي المنطقة كان شيء مميز جدا صراحة. عمل شكلنا خلية سميناها خلية الأزمة المركزية بالشوف، ضمت كل بلديات الشوف إضافة للمرجعيات الأمنية والصحية والطبية وغيرها، إضافة لمستشفى عين وزين اللي هي كانت العماد الرئيسي، لأنه هي مستشفى عين وزين موضوع كان طبي وهي كانت الملجأ لهذا الموضوع، وتم بشكل كتير منتظم وكتير يعني بتصور نموذجي خلينا نعتبر. وهذا الشيء حتى وزير الصحة بأحد لقاءات طلع على المشروع وكان وأشاد بالخطوة اللي صارت، وعم يسعى لتعميمها على كافة المناطق في حال تم جزت جائحة تانية إن شاء الله ما يصير يعني. فكنا عم نحاول إحنا نجمع البلديات، نأمن المعلومات لكل البلديات، نتابع كل المصابين بكل القرى، نعمل فحوصات PCR لكل المصابين بكل القرى بشكل منظم بمستشفى عين وزين. وكان هون بشير إنه كمان قلت لك دائما نحن يمكن بهاي المنطقة تميزنا إنه عنا دعم أكثر، كانوا هودي الفحوصات وكلفتهم كان عم يغطيهم كمان الزعيم وليد جملاط، وهذا الموضوع شكل كمان دعم كتير كتير كبير، لأنه بالآخر الناس بنرجع بنوقف عند القدرات معينة. وكمان أمن عدد حوالي 300 مكنة أكسجين وغيرها. فكان عمل مع عين وزين ومع مؤسسة الفرح الاجتماعية انشغل على موضوع الهوم كير، صار فيه كمان تأهل فريق طبي تمريضي من كل القرى، وكان عم يتابع الناس ببيوتهم بموضوع الحجر بغيره، فمرقت المرحلة بأخف ضرر ممكن خلينا نقول. فهذا اللي نعمل بيعتبر هو نموذج بيتعمم بأي نوع من الكوارث. يعني نحن كبلديات خلينا نحكي بكل لبنان ببلدياتنا، نحن حتى يمكن مش كدولة عم نحكي بهيئة إدارة الكوارث ما في عنا تجهيزات ثابتة كتير، بس توقع الأزمة نوقع. بس أهمية الموضوع بهيك شيء هو الذهنية تكون إنه الفكر هذا الموجود بإدارة الكوارث يكون موجود، المرونة والليونة إنه تقدر تجمع هالبلديات تحولهم من فريق عمل خدماتي عم يشتغل بإطار الطرقات والانهيارات وغيره بفترة كتير قصيرة يتحول لفريق عم يحل أزمة طبية جائحة صحية أصابت العالم كله، التأمين التوعي للناس، الإرشادات اللي توزعت، ضبط الأماكن التجارية برقابتها، بموضوع المسافات اللي كانت عم تصير، كل شيء كان هيدا كنترول
تحت سقف خليه الازمه المركزيه اللي هي كانوا نويت هن البلديات طبعا اللي قدرنا جمعناهم بهذا الاطار. فهذه بتعطي صوره في حال لا سمح الله وقت ازمه من اي نوع هذا الفريق العمل قادر يكون مع بعض التعديل لحتى يكون عم يشتغل طبعا. رئيس خبرنا هيك باختصار عن مسار ومجال دراستك وعملك الاساسي يعني قبل توليك رئاسه البلدي والاتحاد. حضرتك مهندس؟ أنا مهندس معماري خريج الجامعة اللبنانية وبشتغل بدومين الهندسة أكيد هذا شغلي الخاص وبعتبر يعني إضافة لنا الاختصاص المهني خلينا نقول أنا يعني بعتز بإني تلميذ فكر المعلم كمان جنبلاط وهذا النفس النفس النضال النفس النضالي صحيح نفس النضالي الخدمة العامة العمل العام فيمكن درجت الموضوع بالعمل العام بالحزب التقدم الاشتراكي بالجمعيات الأهلية بالضيعة بالأندية اللي كانت موجودة فهذا العمل العام يمكن عطى بمكان ما تجربة وبعض الخبرة لنكون عم نشتغل نعطي بموضوع البلديات بتعاون طبعا وبدعم من كل من الأهالي من الأعضاء بالمجلس مجلس بلدي أو مجلس اتحاد لأنه العمل العام هو عمل متكامل تعاوني ما بينجح إلا بعمل فريق متكامل ما في شخص أيا يكن قد ما يكون عنده قدرات بعتقد كتار عنده قدرات ما بيقدر يعمل فرق أو يقدم شيء إذا ما كان في هذا الاحتضان وهذا التعاون وهذا القبول يعني مثل ما كنت عمل لك بموضوع الجائحة وغيره لو ما قبول الناس وثقتها ما كنا نقدر نضطر كمان جوابنا إحنا وياهم. أنت رئيس بختام هيدي المقابلة شو الرسالة اللي بتحب توجهها للشباب اللبناني عموما وكمان لأبناء وشباب اتحاد البلدات هون موجودين؟ بعتقد مني كل الوطن فبالتالي الأمل فيهم والاعتماد عليهم وبعتقد هذا الوطن يستحق وبلداتنا تستحق وأهلنا اللي ضحوا وقدموا قدامنا كمان يستحقوا فبالتالي على الشباب أنه يضلوا الأمل موجود العزم والإرادة وما في شيء صعب والابتكار بكل أكيد. شيء أكيد ويكون الهم الأساسي هو الوطن حتى طبعاً. المغتربين الشباب الموجودين برا كل تفكيرهم يكون هون للبنان ولأنمائه أكيد نحن ما في أمل بوطن دون شبابه أكيد. فالأمل كله الشباب نحن كان لنا شرف كتير كبير رئيس أنه حوارناك بهيدي المقابلة المميزة نتمنى يكون لنا لقاءات دائمة ومستمرة نتمنى لك التوفيق الدائم بمسيرتك العملية على الصعيد البلدي والحياة ككل. شكرا نحن بنشكركم نتمنى كمان لموقعكم كل الازدهار والنجاح وأي حدا أي جهة بتضوي بالوجه الإيجابي على الوطن بعتقد هي مثال يحتذى فيه. شكرا لك. شكرا لكم يعطيكم ألف عافية.